السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في قناتي وفيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا فرحانين وفي احسن الاحوال. اليوم الفيديو ديالنا نحضروا بيتزا وبعجين سهل وبدون دلك وبدون مجهود، ودغيا كتوجدوا من احسن الوصفات اللي جربت في البيتزا والعجينه ديالها. بلا ما نطول عليكم، يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبدأ على بركة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال العجين، نحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق اللي كيعادل 250 غرام، كاس ديال الفينو أو القمح الصلب، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. أنا استعملت حبيبات، يمكن لكم تستعملوا المعجونة. في الأول استعملت نص كاس ديال الماء، ومن بعد نزيد كاس ديال الماء، وربع كاس ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات، والملح على حسب الذوق، والزعتر. أنا ضروري كندير الزعتر في بيتزا. في إناء أو قصرية اللي عندكم فينا تعجنو، كنبدا نخلط كاع المكونات. كنبداو بجوج كيسان ديال الدقيق، وكنزيد عليهم كاس ديال الفينو. بالنسبة للعجينة فما كتحتاجش الوقت بزاف أو دلك، دغيا كتوجد معانا، كتجي خفيفة وهشيشة. أنا كنت جربت بزاف ديال الوصفات، ولكن هذه جاتني سهله وكتجي زوينه بزاف، وتجربوها وردوا عليا. بالنسبه للعبار راه بنفس الكاس كنعبر كل شيء. كنزيدوا معلقه كبيره ديال السكر، والملح على حسب الذوق، وكنزيدوا الزعتر. هنا ما كنحتاجوا لا حليب لا زبده لا والو، يعني كتجي بهاد المكونات هشيشه بزاف. من بعد كنزيدو معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز حبيبات، كنجمع العجين مزيان حتى يتجانسو المكونات مع بعضياتهم. وكنبقى نزيد الماء بشويه بشويه اللي عندنا. انا هزات ليا كاس ونص، وكنزيد داك ربع كاس ديال زيت الزيتون اللي عندنا. من بعد ما جمعنا غير العجينه هكا، يعني ما دلكناها ما والو، غير جمعناها وصافي، وكنغطيها درتاح، وكندوزو نوجدو الحشوه اللي نديرو. بالنسبه للصلصه اللي نديرو، نحتاجو 4 طماطيشه صغار او جوج كبار، جوج بصلات صغار، والفلفله. كنحكو مطيشة مزيان، وكنخليوها طيب فوق البوطة، وكنزيدو معاها البصلة مطحونة تاهي. الا بغيتو تشحروها وتحطوها تاهي في بيتزا راه كتجي زوينة، بغيتي ديروها الطريقة راه تاهي كتجي زوينة. هنا من بعد ما طابت لينا البصله ومطيشه، كنشدها كنطحنها يا في الخلاط الكهربائي او في الهاشوار اللي عندكم، او للطحانه ديال المطيشه. بالنسبه للصوص طوماط كنديرها هكا، كتجيني ساهله ومكتضيعش ليا الوقت بزاف، وكتجي لذيذه بزاف. وفاش كنكون كنطحنها، كنزيد عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر، وكندير معلقه ديال المعجون الطماطم. الا بغيتو تزيدوها ديروها. اما بالنسبه للفلفله، كنشحروها بشويه ديال الزيت الزيتون او الزيت العاديه، وشويه ديال الملحه والبزار، وعاد نخدمو بها. هنا من بعد ما العجين مرتاحت وتضاعف الحجم ديالها،
كنطلق العجين ونقسمه على الشكل اللي بغينا. كنخدم بالفينو، ولا ما كانش عندكم خدموا بالدقيق، يعني بحال بحال. كنبدا نقسم العجينه على شكل كويرات، نتوما على حساب البيتزا اللي بغيتو ديروها، يا كبيره يا صغيره. انا هنا درتهم مويان وحده صغيره. فاش كنسالي كنبدا نقرصها مزيان في داك الفينو، وحنا كنقرصوها وحنا كنخرجوا دوك الجناب العجينه كما كتشوفوا، باش كيجيو الحواف ديالها ماشي فحال الوسط. كنديرها هنايا في اللاطا، وكنكون ديجا شعلت الفران الفوق والتحت، خاص الفران يكون سخون مزيان. اول حاجة كنحط فوق منها الصلصة وكنسرحها مزيان وبلا ما نوصلوا الجوانب. من بعد كندير فوق منها الفرماج، ومن الاحسن نخدمه بالفرماج يكون زوين، الا عندكم راه هو السر باش كتجي معلكه وزوينه بحال ديال المطاعم. هاد كندير فوق منها الطون والفلفله، وديروا الزيتون كحال الا عندكم حتى هو كيعطي منظر زوين. كتقدروا ديروا الكفته او الدجاج، انا درت هنا الطون حيت كيعجبني بزاف بيتزا. ومن بعد فاش كنسالي كندخلها مباشره للفران اللي كيكون سخون بزاف، وكنخليه مشعول الفوق والتحت على درجه حراره 200، وكتوجد في 15 دقيقه. من بعد ما كنخليها طيب كندوز نوجد الاخرين، باش غير تخرج هذه كندخل الاخرين. وبالنسبه للثانيه راه كتوجد غير في 10 دقائق. كندير نفس الطريقه اللي درت الاولى، وحتى كنكمل كتكون الاخرى طابت الاولى، وكندخل الثانيه. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. كتجي زوينه بزاف ولذيذه، والاهم انها ما كتاخذش لينا الوقت بزاف، وحتى في الطياب كتكون 10 دقائق وكتوجد. والعجين كيكون خفيف واخا ما فيهش مكونات بزاف، وما فيهش الحليب ولا بيض ولا زبده، وكيصدق معكم من اول محاوله. وحتى الصلصه اللي درنا ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات او المكونات، وكتجي لذيذه. وحتى التعليكه ديال الفرماج والبنه خاص غير تاخذوا النوع المزيان. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع احبابكم وصحابكم، ونتمنى تجربوا الوصفه وتكونوا متاكدين من النجاح ديالها 100%. وما تنساونيش بلي لايك ديالكم بلي كومونتير ديالكم. وصلنا لنهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغيكم بزاف، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.